فقط أشير إلى أننا نتابع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الحدود ومراكز اللاجئين الأوكرانيين في بولندا بعد هذه الزيارة التي بدأها وزير الخارجية إذن أنتوني بلينكن ولقائه مع نظيره البولندي. ها هو يزور مراكز اللاجئين الأوكرانيين على الحدود بين بولندا وأوكرانيا. Vahid, where's the dad? Vahid? Oh, there's Vahid. Come on over here, Vahid. And then we have Poyatowo. ونشير إلى أنه منذ اليوم الأول كانت بولندا استقبلت عشرات الألاف من اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من هذه العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني، وهناك العديد من مراكز لإيواء هؤلاء اللاجئين، وبولندا اتخذت العديد من الخطوات مثلها مثل رومانيا والعديد من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل مرور اللاجئين وأيضا تسهيل إقامتهم أقله في هذه الفترات، وأيضا تقدم لهم الدعم، وهناك العديد من المتطوعين الذين يستقبلون هؤلاء اللاجئين داخل بيوتهم. وكان أيضا الإدارة الأمريكية نوهت بالدور الذي تلعبه بولندا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين التي بحسب المفوضية الأممية هذه الأزمة ستكون الأسرع والأكثر حدة كأزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ها هو وزير الخارجية الأمريكي في هذه الزيارة يلتقي عدد من اللاجئين بطبيعة الحال يستمع إلى ما لديهم أن يقولوه ربما للجانب الأمريكي الذي أكد مرارا وتكرارا على أنه سيساعد الدول التي تستقبل هؤلاء اللاجئين إن كان بولندا أو غيرها، وسيعمل على تقديم مساعدات فورية وإنسانية لمن هم بحاجة إليها. حاول أن أسمع ما يدور من لوكسمبورغ. نعم إنهم وفروا لهم توصيلة لمدة ساعة. نعم سوف نذهب إلى لوكسمبورغ. متطوعون. نعم يساعدهم المتطوعون وبعدها إلى ألمانيا. هنا في الكثير من الدول التي تتكاتف وتعمل على مساعدة الشعب الأوكراني ومن يحتاج إلى الدعم بسبب هذا العدوان الروسي، كما أننا نسعى لوضع نهاية لهذا العدوان لكي يتسنى للناس العودة إلى منازلهم. لكننا معجبون بشجاعتكم ونشعر بالأسى والأسف حيال ما تمرون به من ظروف صعبة، لكن لابد أن تعلموا أن العالم يركز عليكم وأننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم. شكرا لأصدقائنا من لوكسمبورغ أيضا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. حظا طيبا. شكرا جزيلا. تابعنا هذه المحادثة التي قام بها الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لهذه النقطة الحدودية بين بولندا وأوكرانيا والتي تحدث فيها مع بعض اللاجئين وأكد على دعمهم له.